الله على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اجتبى. وبعد، إخوة المشاهدين المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث متصلا بما دار في المحاضرة الماضية فيما يتعلق بشروط وجوب الصوم وشروط الصحة، حيث أجملنا شروط الوجوب في ما مضى، فقلنا أنه لا يجب الصوم إلا على من توفرت فيه هذه الشروط، وهي منها البلوغ والقدرة على الصوم والعقل والطهارة من الحيض والنفاس، وهذه الشروط بعضها يكون أيضا من شروط الصحة. قبل أن نعرض لذكر شروط الصحة، نود أن نطرح سؤالا يدور على أذهان بعض الناس، وهو متى يجب على المريض الفطر؟ متى يجب على المريض الفطر؟ هل كل مريض يجب عليه الفطر، أم أن هناك من لا يجب عليه الفطر؟ هذا الضابط قيده الفقهاء بأمرين اثنين. الأمر الأول، إذا خاف الإنسان على نفسه الهلاك، قطعا مريض خاف على نفسه الهلاك، قالوا له راهو كان تصيم، أنت عندك مشكلة في القلب، والقلب لابد له من غذاء معين أو دواء معين، إذا لم تأخذ ذلك الغذاء فإنك ستعرضه للتوقف وللهلاك. فهذا يجب، وما يقولش والله يعني إذا نبي نحتسب الأمر لله وبنموت في سبيل الله، نقولوا له لا، بعدين يحق فيك قوله تعالى يحسبون أنهم يحسنون صنعا، لأن الباري عز وجل رحيم بالمؤمنين، وأمرهم بعدم إلقاء أيديهم إلى التهلكة، ولا تلقوا بأنفسكم بأيديكم إلى التهلكة، نص القرآن على عدم إلقاء النفس إلى الهلاك. فالمهم، إذا خاف الإنسان على نفسه الهلاك وجب عليه الفطر وجوبا شرعيا، ولو كان ذلك ليس في رمضان فقط، حتى في الكفارات، بقي له في كفارة من الكفارات 60 يوم، بقي يومين فقط، بقي يومان، وقال والله يعني الآن قال لي الدكتور اليوم يتفطر، أنت بتصير لك مشكلة كبيرة، نقول له يجب عليك الفطر. هذا واحد، الضابط الأول صار يجب على المريض إذا خاف على نفسه الهلاك أن يفطر. الضابط الثاني، إذا خاف أن يفقد حاسة من حواسه، قالوا له والله أنت عندك السكر، مرض السكري، وراه ربما إذا استمريت على صيامك تصير لك هبوط، قد تفقد حاسة البصر، قد تفقد الكلى، قد تفقد أي شيء في جسمك، أودعه الله فيك لكي تستقيم حياتك على ما هي مطلوب، على ما هو مطلوب من كل إنسان. فهذا نقول أيضا يجب عليك وجوبا شرعيا، ما يقولش لا والله أنا بنحتسب الأمر لله وكان ربي كتب لي بالشيء هذا، الله غالب، على الأقل جاني وأنا على طاعة. أبدا، أنت الآن إذا فعلت هذا الأمر خالفت نصوصا أخرى ودخلت في الإثم. هذا فيما يتعلق بمتى يجب على المريض الفطر. أيضا احنا قلنا من شروط الوجوب في المحاضرة الماضية الإقامة. يرد سؤال على ألسنة بعض الصائمين فيقول ما هي الشروط الواجب توفرها للصائم المسافر لكي يفطر في صيامه؟ يعني إنسان يبي يسافر في نهار رمضان، قال لي كل مسافر نقدر نفطر وإلا في قيود معينة؟ لا، نص الفقهاء على قيود معينة إذا لم توجد فلا يجوز للمسافر أن يفطر. من ذلك مثلا أن يكون هذا السفر في رمضان، السفر اللي يبي يفطر فيه الصائم لابد يكون في رمضان. ليش؟ لأنه واحد تو الآن بيسافر يوم عاشوراء، قال لا أنا والله غضوة ما نبيش نصيم لأني نبي نسافر، نقول له أنت ومن اللي ألزمك به الصيام أصلا؟ من الذي ألزمك بالصيام في يوم عاشوراء؟ هو سنة، فإن فعلته نلت الأجر، وإن فاتك فاتك الأجر فقط. أما في رمضان لابد من صيامه، لابد من صيامه. ولما فرض الله عليك هذا الصوم استثنت الآية فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، نص القرآن أن المسافر في رمضان فقط جاز له الفطر إذا كان سفره في رمضان. هذه واحدة. أيضا أن تكون المسافة المقصودة للمسافر لا تقل عن مسافة القصر التي حددها الفقهاء بنحو 85 كيلو متر. وعليه يقول لي والله إنسان صاحب وظيفة مثلا الركوبة العامة التكاسي، نطلع عليه من زليطن وبنجي لي طرابلس، وهذه كل يوم مهنتي اقتات منها واعيش عليها،
وني في رمضان السياره ربما مش مكيفه، او اني ما نتحملش الحر وما نتحملش السفر، وانا كل يوم ندير خطره او اثنين نبي نفطر في رمضان كامل. نقولوا له والله اذا توفرت فيك الشروط المطلوبه للمسافر، سواء جيت من زليطن او جيت من راس الجدير، لا يهم من اي اتجاه، المهم قطعت مسافه السفر، هذه اول شيء. وكان السفر في رمضان، هذه ثاني شيء. وايضا يشترط في هذا المسافر ان يعزم على السفر قبل الفجر. يعني شنو يعني يعزم؟ ينوي ني اليوم غدوه راني مسافر، مش يقول الكلام هذا بعد ما يدن الفجر، يقول اني اليوم بنمشي نسافر والله بنمشي للمحطه بعد صلاه الفجر، كان يحصلت ركاب اهو انا ناس ماي مسافر وكان ما حصلتش، اذا انا مقيم. هذا تردد في النيه ولا يبيح له الفطر في السفر. ولكن اذا عزم على السفر قبل البدء في نهار رمضان وتوفرت فيه بقية الشروط جاز له الفطر ولو كان على مدار رمضان. أيضا مش العزم فقط، وأن يشرع في السفر قبل دخول الفجر، أن يشرع في السفر قبل دخول الفجر، لأنه قد يسافر المسافر بعد دخول الفجر يقول والله إني عندي الطائرة بتطلع الساعة 10 ونبي نمشي للمطار الساعة 8 أو الساعة 7 والآن الفجر يأذن الساعة 4:30. هذه كأمثلة فقط، لأن مش بالضرورة يكون نفس الزمن هذا في كل يوم من الأيام. نقولوا نحن لا يهمنا الزمن الذي تتكلم عنه الآن، ما يهمنا قيد واحد، إذا توفر لك هذا القيد جاز لك الفطر في نهار رمضان، وهو الشروع في السفر قبل أذان الفجر. كان أذان الفجر الساعة 4 أو الساعة 5 لا يهم. صار هذه الشروط إذا وقعت جاز للمسافر أن يفطر في رمضان. أيضا اشترط الفقهاء شرطا آخر، وهو أن يكون السفر مباحا. مهم هذا الشرط أيضا. يعني واحد والله قال أني بنطلع بنمشي نسافر، وين بتسافر؟ بنمشي لدولة أوروبية بنتفرج عليه كورة، ولا بنتفرج عليه لقاء سياسي أو غير ذلك، المهم لمصلحة معينة من مصالحه الدنيوية وليست الأخروية، ما فيهاش أي فائدة أخروية، ماشي بيلعب الكورة أو ماشي بيتسوح في شواطئ الغرب أو غير ذلك من المعاصي اللي قد يرتكبها المسلم. انقولوا له اذا كان هذا مأربك فلا يجوز لك ان تفطر وانت مسافر، وان تفطر وانت مسافر في رمضان. قد يعترض معترض ويقول لي يا شيخ هو اذا كان ماشي للمعاصي مازال يفكر في الصوم؟ قد يوجد اني بنمشي نسافر وبنصوم، نقول اني على الاقل بنرتكب معصيه، اللهم ما فوتني صيام رمضان، هذا البعض. فنقولوا له لا، راه اذا اردت السفر وتحققت فيك شروط السفر التي من خلالها يمكن لك أن تفطر في رمضان، لابد أن يكون سفرك مباحا. هذا فيما يتعلق بشرط الإقامة وشرط من شروط الوجوب. ندخل الآن في شروط الصحة. باختصار شروط الصحة هي شروط ينبغي على من توفرت فيه الصوم، فإذا لم تتوفر فيه فإنه لا ينبغي له الصوم، وإن صام فصيامه مردود عليه، غير مقبول غير صحيح اصلا. اللي منها اول شيء الاسلام. فكثير من الناس ربما يجي حد يقول انا والله عجبتني عباده المسلمين، لانه يخدم في شركه هنا ويخدم في مصلحه عامه في الدوله، والاكل والمقاهي وكل شيء مسكر مسكر، يقول انا اللهم على الاقل اذا كان هم على حق هالناس هذول من تصيم، بالك ينوبني اجر معاهم يوم القيامه لانني بنصيم زيهم. نقول له لا لا لا، هذا عمل عبث، ما لم تقر بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبكل ما هو مطلوب منك الايمان به، كما قال تعالى: امن الرسول بما انزل اليه من ربه والمؤمنون كل امن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله، الى اخر الايات التي توفر لك شروط الايمان. المهم من فعل هذا الفعل فان صيامه مردود عليه. وهذه تجر نراه لنقطه مهمه ينبغي للمشاهدين والسامعين الالتفات إليها، وهي ما يخرج الإنسان عن ملة الإسلام في صوم رمضان. مثلا سب الباري عز وجل والعياذ بالله. إذا سب المسلم ربه وهو صائم فقد مش أبطل صومه فقط، فقد خرج من ملة الإسلام. قل أبالله وآياته ورسله كنتم تستهزئون، قد كفرتم بعد إيمانكم. حتى الاعتذار ما ينفعش، لابد من دخول في الاسلام من جديد. فمن سب الله سبحانه وتعالى وهو صائم فقد ادى بنفسه الى افطار
ذلك اليوم صار الإسلام هذا شرط صحة، ومن لم يتحقق فيه هذا الشرط فصيامه باطل مردود عليه. أيضا من شروط الصحة كون الأيام التي نريد صيامها أن تكون من الأيام التي يصح فيها الصوم، لأن كان هذا لو الإنسان يبي يصيم أي يوم، يبي يصيمه في يوم عيد الفطر أو في يوم عيد الأضحى، هذا هل يصح منه صيامه؟ لا يصح منه الصيام، وإن كان يقضي رمضان، أيضا من شروط صحة الصوم، العقل، فالمجنون لا يصح منه الصوم وإن صام. قد يعذب أولياء الأمور مريضا عندهم فاقد العقل لأنه شاب صحيح في بنيته، يقولون لا والله يتحمل ويمنع عنا الطعام، نقول له راه هذا من العبث، حتى وإن صام فصيامه باطل، لأن مناط التكليف هو العقل، فلا يتاب المجنون على فعل ولا يعاقب عليه. أيضا من شروط صحة الصوم الطهارة من الحيض والنفاس، فالمرأة الحائض والمرأة النفساء وإن كانت لديهما القدرة على الصيام، وإن كان العرف ربما يمنعهم عن الإفطار في نهار رمضان، كل ذلك لا يبيح لهم صيام رمضان. ومن صامت فقد أجهدت نفسها بالتعب وليس لها أجر في ذلك. ما تقولش لا والله أني على الأقل ما نبيش ناكل، مش بنية الصيام، ولكن تعظيما لحرمة الشهر، نقولها راه تعظيم حرمة الشهر لا تكون إلا من الصائمين التي أولئك الذين تتمثل وتتوفر فيهم شروط صحة الصوم. هذا فيما يتعلق بشروط صحة الصوم على عجل أو باختصار. ندخل الآن في مسألة القضاء والكفارة، متى يجب على الصائم القضاء أو متى يجب عليه القضاء والكفارة؟ بالنسبة للقضاء يجب على كل من أفطر في نهار رمضان، يجب على كل بأي حال من الأحوال سهوا أو عمدا، هذا فيما يتعلق بالقضاء، أمره بسيط، يعني الإنسان غلبه الطعام أكله وساهي حساب روحه موش في رمضان، شرب الماء، فعل أي شيء من المفطرات دون أن يقصد انتهاك حرمة الشهر، هذا نقول له راه الآن وجب عليك القضاء خلاص. أما الكفارة فضابطها بخلاف القضاء، وهو لابد أن يتعمد الصائم انتهاك حرمة الشهر، فإن لم يتعمد انتهاك حرمة الشهر فإنه لا تجب عليه الكفارة. كفارة الصيام هي شهرين متتابعين لمن كانت له القدرة على الصيام، أو عتق الرقبة وإطعام 60 مسكينا، المهم هذه الكفارة لا تجب إلا بضابط واحد وهو تعمد انتهاك حرمة الشهر. هناك بعض الصور قد تخلط على الناس، يعني يرى البعض أنها ربما ليس فيها شيء، أو ليس أو ربما يرى البعض أن فيها كفارة، منها على سبيل المثال القيء في رمضان، الترجيع قد يغلب على الإنسان أو يدوخ أو يبي، أو مرأة حامل متضايقة تقول أني بنرجع، أو إلى غير ذلك من الأمور التي تستدعي من الإنسان أن يخرج ما في جوفه. نقول لك راهو إذا غلبك القيء غالبة ولم يدخل شيء بعد أن أخرج ما في جوفه، هذا لا شيء فيه، لا فيه قضاء ولا فيه كفارة. لكن إذا غلبك القيء وسبقك منه شيء بعد أن خرج إلى جوفك دون تعمد منك، فهذا أيضا يجب عليك فيه القضاء فقط، يجب عليك فيه القضاء، سواء كان الصائم الذي غلبه القيء رجل أو امرأة، غلبه لدوخة لحمل لغير لأي شيء، المهم صار بالنسبة لموضوع القيء إما أن يفعله المسلم غلبة أو هو الذي يستقي يخرج ما في جوفه بأصبعه أو بشيء آخر يتعمد إخراج ذلك. من درعه القيء الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فلا شيء عليه، ومن استقاء فليقضي، لكن الفقهاء قالوا راه اللي استقاء اللي أخرج القيء عنوة وعمدا، نقول له راه إن دخل شيء إلى جوفك وجبت عليك الكفارة، فلتهاونك بهذه المسألة، فالموضوع ليس بسيط إلى
الصورة التي يعتقدها البعض، صار بالنسبة للقي عنده صورتين، إما أن يكون غلبة أو يكون استقاء، هو الذي فعل ذلك، هذه الألف والسين والتاء المفعلة يعني طلب حدوث هذا الشيء. فالمهم، فإذا فعله غلبة كما قلنا باختصار فإنه لا يجب عليه الصوم إلا في حالة واحدة، إذا رجع شيئا منه إلى جوفه برضو رجع غلبة وليس عمدا. وإن فعل هذا الأمر برغبته فإنه ومن استقاء فليقضي، فإنه يجب عليه القضاء سواء رجع إلى جوفه شيء أو لم يرجع، فإن رجع شيئا إلى جوفه وجبت عليه أيضا الكفارة. هذا فيما يتعلق بموضوع القيء. أيضا من الأشياء التي ربما تكثر الآن السؤال عنها، وهي حقنة الشرج واللبوس، ما يخفض الحرارة، هذا هل يفطر الصائم أو لا يفطر الصائم؟ طبعا يفطر الصائم، لأن هذه تفضي إلى المعدة، فينبغي البعد الابتعاد عنها في نهار رمضان إلا إذا احتاج إليها المسلم. خلاص يبقى يدخل في موضوع اللي اتفقنا عليه، وهو يجب على الإنسان إذا خاف على نفسه الهلاك أن يفطر كما قلنا في أول المحاضرة. أيضا في أشياء قد يعتقد البعض أنها لا تفطر، أنها عادة صارت عندنا، منها قطرة العين، والأنف والكحل ودهن الرأس بالزيت وغير ذلك، كل هذه الأمور قد تكون مفطرة، وهو الغالب. متى تكون مفطرة؟ إذا وصل شيء منها إلى الحلق. أنا والله كان ندهن رأسي بالزيت، نتبنن رأسي، نتبنن الزيت في الحلقوم، تو لو كان نجولي واحد كفيف ونقول له راه بندهنوا لك راسك ونبوك تعرف باش تهنى بالحناء او بالزيت، يقول هذه بسيطه، بمجرد ما يوضع على راسه يشعر بطعم ما وضع على راسه. فهذا الامر اذا كان هكذا النتيجه فيه فانه يفطر الصائم، ويجب عليه الابتعاد عنه في نهار رمضان. اما اذا كان بالتجربه قال انا والله مهما نحط على راسي لا يصل منها شيء الى الحلق، فان ذلك لا يفطر الصائم. ايضا من الامور التي سنتناولها الان بعجاله بعض المفطرات او ما يؤدي الى افطار الصائم، منها مثلا وصول شيء الى الجوف، كل ما يصل الى الشيء الى الجوف ايا كان الشيء هذا سواء دواء او طعام، اذا وصل الى الجوف فقد افطر الصائم، ثم يعرض بعد ذلك على القاعده، هل ادخله عمدا رغبه منه في الادخال؟ فيصرف إلى القضاء والكفارة، حكمه أن القضاء والكفارة. وإن فعله غالبة لمرض أو لغير ذلك فقد أفطر في نهار رمضان وله العذر ورفع عنه الإثم ويجب عليه قضاء ذلك اليوم. أيضا وصول ماء إلى الحلق، أي مانع، ماء من السوائل إذا وصلت الحلق أفطر الصائم. مسألة أخرى قد تفطر الصائم دون أن يشعر وهي تكثر في أيامنا هذه، اللي هي تناول الطعام قبل الفجر بقليل وهو يظن أنه الفجر لم يؤذن بعد، أو تناول الطعام قبل المغرب وهو يظن أن المغرب قد أذن، ثم يتبين له بعد ذلك أنه تناول الطعام بعد أذان الفجر أو تناول الطعام قبل أذان المغرب. طبعا هذا لم ينتهك حرمة الشعر ولم يقصد ذلك، ولكن حدثت له هذه المشكلة، فنقولوا له من تحقق أنه أكل بعد صلاة الفجر وجب عليه قضاء ذلك اليوم. ومش كان قلنا يجب عليه قضاء ذلك اليوم معناته جاز له أن يأكل بقية اليوم، لا لا لا، يجب عليه الإمساك في ذلك اليوم ويجب عليه قضاؤه. هذا في من أكل بعد قبل الفجر يظن أنه أن أكله وقع قبل الفجر ثم تبين له أنه وقع بعد الفجر، فإن تبين له وتأكد أن ما أكله كان قبل أذان الفجر فلا شيء عليه، أيضا عند صلاة المغرب قد يأكل الإنسان قبل صلاة المغرب ويعتقد أن المغرب قد أذن،
لأي عذر من الأعذار، بعيد عن المساجد، بعيد عن الناس، في غرفة مظلمة، في أي شيء لم يسمع شيء. اعتقد أنه إذا أكمل جزء من القرآن مثلا الثلث أو النصف أو كذا من المغرب، من العصر إلى المغرب، قال والله هذا الوقت في العادة هو هذا الوقت الفاصل ما بين العصر والمغرب. طبعا الذي يحكم به هو بتجاربه فقط، ولكن لا ينبني عليه أحكام شرعية. الحكم الشرعي لا ينبني إلا الفطر، لا يجوز إلا إذا غاب قرص الشمس، إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا أفطر الصائم. أما ما يفعله المسلم من تجارب فإن ذلك لا يكون حجة على الشرع. أيضا من صار المسألة باختصار في من تناول الطعام قبل الفجر، إذا تبين أنه أكله قبل الفجر وجب عليه الفطر، وجب عليه القضاء، وإذا تبين أنه أكل قبل أذان المغرب وجب عليه القضاء. أما إذا تبين أنه أكل قبل الفجر أو أكل بعد المغرب فلا يجب عليه شيء في ذلك. من المسائل التي نريد أن ننوه عليها في هذه المساحة الإعلامية أيضا الحجامة، هل تفطر الصائم أو لا تفطر الصائم؟ الحجامة لا تفطر الصائم، الحجامة لا تفطر الصائم، ولكن ينبغي الابتعاد عنها قدر الإمكان. ليش؟ لأن تضعف الصائم، تسبب له ربما في دوخة، ربما قد يغمى عليه، ربما إلى غير ذلك، فينبغي عليه أن يبتعد عن هذا الأمر اللي هو الحجامة. أيضا الغيبة والنميمة، الغيبة والنميمة من الأشياء التي يعتقد البعض أنها تفطر الصائم، لأنه نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن الغيبة في رمضان وفي غير رمضان، وبين أن الغيبة تفطر الصائم. نقول لك وجه المشابهة بينه وبين من هو فاطر في رمضان أن الأجر منتفي، أن الأجر منتفي، ونقف عند ذلك. والله أعلم، وصلى الله على محمد النبي المصطفى وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.